يعني احنا لدينا عبر التاريخ الحديث وفي الواقع عدة نماذج للتحالفات او التكتلات. اثناء الحرب الباردة كان العالم منقسم الى معسكرين، معسكر شرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي ذو ايديولوجيا اشتراكية، ومعسكر غربي ذو ايديولوجيا رأسمالية بقيادة الولايات المتحدة. فكان الانقسام العالمي انقسام صارم وعلى اساس ايديولوجي. ما بعد الحرب الباردة احنا بنشوف انه في نوع من انواع التكتلات ايضا صارمة في شكل الالزام الخاص بالاتحاد الاوروبي على سبيل المثال، حلف شمال الاطلسي الناتو. احنا هنا بنشهد نوع جديد من التكتلات والتحالفات. اولا هو غير ملزم لاعضائه، ثانيا لا يضم او لا يعتمد على مجموعة من القيم الصارمة اللي لابد من الالتزام بها ما بين الجميع، او جعل كل الدول على صورة واحدة زي الاتحاد الاوروبي او الناتو مرة تانية. ثالثا قد يبدو انه متناقض، يعني مصر مثلا لديها علاقة متوترة لا تخفى على احد مع اثيوبيا، هناك علاقة متوترة ايضا لا تخفى على احد ما بين ايران ودول الخليج، هناك علاقة قديمة ومتوترة ما بين الصين وما بين الهند. فقد يبدو للبعض أن هذا الشكل من التجمع يبدو فضفاض للغاية، يبدو غير قابل لفعل أي شيء. لكن بنظرة أخرى أو بتصور آخر، وهذا هو التصور اللي بتسعى إليه روسيا أو بتأمل من خلاله، أن ربما هذا التجمع على أساس المصالح المشتركة دون إلزام لأحد الأطراف بأنه يتبنى بالضرورة وجهة نظر واحدة أو محددة، بتكون في عدة دول قادرة على إعادة صياغة العلاقة مع أطراف أخرى. على سبيل المثال احنا شاهدنا الدور لعبته الصين في وهي لها علاقة مميزة للغاية مع إيران ومع دول الخليج، تمكنت عبر هذه العلاقة من إدارة الخلاف الخليج السعودي بالدرجة الأولى الإيراني وصولا إلى تطبيع العلاقات. بنجد أيضا أن روسيا حاولت وما زالت بتلعب دور في تقريب وجهات النظر ما بين مصر وإثيوبيا. في الاحتكاكات الأخيرة اللي حدثت منذ عامين ما بين الهند وباكستان كان أيضا لروسيا دور كبير فيها. فهذا الشكل الجديد ربما يكون نوع من أنواع العلاقات الدولية الجديدة القادرة على حل المشكلات على أساس التفاوض والعلاقة ما بين الأطراف.